صدر الوزراء، كان أيضا فيه عرض من وزير الاقتصاد والصناعة على الخطة المتعددة الأبعاد لمواجهة جائحة كورونا، وهي عبارة عن مجموعة الخطط للانعكاسات السلبية على الاقتصاد وعلى الشرائح وعلى الميزانية وعلى الاستيراد والتصدير. إذن كل المخلفات كان عليها اليوم عرض جيد، والنواقص فيها وضرورة معالجتها ومعالجة مخلفاتها ينتج عنه خطة عمل ومشاريع ضرورية يلود تمويلها، إما بتمويل من على ميزانية الدولة إما تمويل من الشركاء الاقتصاديين. إذن هذا عمل جيد قائمة به اللجنة المكلفة ب اليقظة الاقتصادية والاستشراف على هذه المشاكل. إذن هذا كان جزء مهم خلق فيه عرض وخلق فيه تباين. لتكملة الإجراءات اللي قررت الحكومة اليوم، أرجع للمتكمل وللتوضيح أن القرارات انقضت بعد كثير من الدراسة قايمين بها اللجان اللي كانت مكلفة بالمهام، وانعرضت اليوم كي تعرضها الوزير على الحكومة، وانقبضت فيها قرارات صدها الوزير السابقي. قال نعرض عليها شوي. أولا هو تباعد، هو تأخير ساعة حظر التجوال اللي كان متوقف على 9 وعاد ل 11 ابتداء من الصبح إن شاء الله. كيف أيضا فتح الأسواق، طبعا هذه الإجراءات كاملة له تلاحقها إجراءات تأديبية وأخلاقية للمراصدة ذاك للمواطنين. إذا الأسواق والمساجد الجمعة هذه الإجراءات تبدأ كاملة من عند الصبح. إذا ال 11 اللي تبدأ من عند الصبح، مو اليوم، الأسواق اللي تفتح من عند الصبح تفتح كلية إلى الحظر التجوال. وهذه الإجراءات كيف قال وزير الصحة تتطلب نفي كومينوتا، لأن المجتمع كامل يعود بسهم فيها، لأن ما هي القوات الأمنية والسلطات هي اللي تقد تفرض المواطن على أنه يعود منضبط، لا، كل مواطن يعطي وعد من نفسه شرطي، ويعود دارها كي يعود محافظ على أمن الآخرين ياك نشوف هذه الخطة. إذا تاكلين أيضا على وعي المواطنين الحمد لله اللي واكبوا هذه الإجراءات كاملة واحترموها، واللي أعطت نتائج يعطينا نحافظ عليها، لأن التهديد كي قال وزير الصحة على حدودنا، هي نضبط الحدود ولا هي تخلق رقابة ياكل حتى من داخل ياكل يخلق تخفيف ويخلق انتعاش اقتصادي. لابد من الناس كاملة تعود ملتزمة بالنقاب، والله بالكمامة، والله بالنقاب، والله بالحولي، إذا عاد قايس التجارة، والله قايس السوق، والله قايس المسجد، والله قايس بالعمل، هاي الحطات يلتتم كذا. أيضا قبل قرار في إذا أساسا كان قضية الأسواق، قضية المساجد، تأخر الوقت حظر التجوال. في قضايا ايضا ما زالت مطروحه والحكومه عاكفه على دراستها، كان يعني مهم بان الراي العام يعود فاهم على انها قضيه وقت. واحده هو التجوال بين الولايات، اذا هذه حزمه الاولى، ما تقد الناس يخلق تخفيف بصفه شامله لكل شيء، ذاك يصعب التحكم فيه. اذا في ايام قلال يدور تقبل الحكومه قرارات متكامله حسب الوضع، التسهيل الحركه بين الولايات، وما اللي تنقض اجراءات مصاحبه لذاك الحمد ياك نقدر نتحفظوا على التحكم في المسار بين الولايات وبين المدن. ذاك طلبته هي اللي تفتش ذيك الامور ان شاء الله يرتفع ذاك الحجر على الحركه بين الولايات. ايضا الرأي الوطني يتساءل عن السنة الدراسية هل سوف تكون بيضاء من كذا؟ لا، هذا ما هو خيار الدولة. الدولة إن شاء الله عاكفة على كل الإجراءات وكل الخطط اللي لا تسمح بأن الدراسة تستأنف. ما نعرف وقت عدنيته، على كل حال رأيك متوقف اليوم 25، يعني تعكف على كل الضروريات كيف معدل كل الدول على السنة الدراسية تستأنف، وإلى طلب الأمر لأن تخلق راية في العطلة الصيفية، تخلق راية صيفية، وإلى طلب الأمر بأنها تخلق تقاعس راس السنة المقبلة يخلق فيها قراية شهر سبتمبر أكتوبر، تبنى السنة الدراسية المقبلة العقد ذاك إياك السنة المقبلة سنة دراسية ما تعود بيضاء. هذا ضروري للدولة ولإنفاقها، ضروري
للطلاب والتلاميذ ما يخص السنة ضروري نفسيا لنفسية آباء التلاميذ والتلاميذ وجديتهم لمواجهة هذا الأمر اللي لا يتعاملوا معه مدة زمن كذا. إذا قضية الدراسة مدروسة ولا يتبقى فيها خطة، الخطة اللي مواكبة لهذه الأمور كاملة. إذا هي نركز هون على ضرورة أن المجتمع كامل يساهم في التعامل مع هذه الإجراءات والتخفيفات، لأنها ما معناها أن ما فيهم خطر، ولا معناها أن نتهاونوا بذيك الإجراءات اللي قبضنا واللي الحمد لله أعطت نتائج أن نتهاونوا بها. لا، خطر خالق، يعني متطلبات الواقع تتطلب من يخلق انتعاش اقتصادي. في كثير من الناس يفقد اليوم وظائفه باللي الشركه ما تعمل لا عندها دخل، رب العمل يسرح الناس، فيش من الناس كاري اليوم دياره لا عنده ما عنده دخل يخلص، وفي اللي كاري حوانيت. اذا هذا الواقع الاجتماعي الاقتصادي تتعامل معه الحكومه والدول كامله تتعامل معه، لابد ان يندر بالحسبان. ونرجو من الله لأن هذه الاجراءات تم دائما كفيله بانها تحفظ بلدنا، ولن الممارسة ترجع تدريجيا، ومن بعدها تواصل الأمور الثانية والإجراءات التكميلية اللي نتخطاها هذه الجانح وهذا الأمر. السلام عليكم. إذا كان في سؤال. شكرا معالي الوزير. معالي الوزير، 28 شخص تقريبا من أصل حوالي 100 شخص من مخالطي الحالة رقم 8 اللي تنعاد لهم الفحوص، رغم ان فحوصاتهم كانت سلبيه، هل ظهرت لديهم اعراض؟ هذا السؤال كان اولى به وزير الصحه، ولكن لا، حسب معلوماتي هو قاعد هون، كانت نتائج الفحوص كامله على تقريبا الناس كامله مختلط بها كانت سلبيه الى حد الان. هذه المعلومات عندنا، ولا في اعراض. الحاله الوحيده اللي كانت في اعراض هي الشخص من نفسه الثامنه، والناس الحمد لله المختلط بها كانت سلبيه. إذا هذا كانت سلبية الحمد لله. إذا في سؤال هو اللي بوزي لا كاسيون على مسيو المينيست دو لا سانتي، لا ترون ان فهم صعوبة بين الموائمة بين تخفيف الإجراءات الاحترازية و و و و و و و و الاستدامة أيضا فيها في نفس الوقت، خاصة في خضم ما يسمى بالموجة الثانية من كورونا. شكرا. شكرا. على كل حال هذا السؤال ينطرح للحكومة، ما قاعد بطرحه لوزير خاص. لا، الحكومة عاكفة على هذه المشاكل كاملة وابعادها كاملة. والصعوبة خالقة هي معادلة صعب. سؤالكم حق ومجد. غير معادلة صعب. غير كيف قلت، المعادلة ما هي المشكلة، لا ما هي مشكلة صحية. عندنا البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الإنساني، وهذا يعالج. يعني انت عندك اليوم 10,000 عامل عايشه يوميا والله شهريا على اجور، وتبقى شهر ما عنده اجور تعتمد اللي عاد كانت لامه شويه غير اللي عاد ما كانت لامته. يعني تم حاجز ما تقبلها. يعني هذه الامور تكلوا على الحكومه درست كيف الدول كامله، دول اعظمنا اللي عندها الاف الموتى يوميا اليوم تفتح. اذا لا، ضروريه توازن ضروره، يعني ما معنى ما في الخطوره، وقطعا عمليه صعب، مكان صعب على الناس ساهموا فيها كاملين، وكلنا يتحمل في مسؤوليته. تخفيف ضروري للعمل، لان الاسر، لان الابناء وكذا يحتاجوا دخل، يحتاجوا دعم، يحتاجوا انفاق، وهذا يحتاج ان الحركه الاقتصاديه تبدا. السلام.